أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن عملية بناء الوعي قضية محورية في حياة المجتمعات والأمم والشعوب. وخلال مشاركته في فعاليات إطلاق حملة بناء الوعي، شدد جمعة على أن إعادة تشكيل وعي أي أمة ليس أمرا سهلا، وإنما هي عملية بناء شاقة وتحتاج إلى جهود مكثفة ودؤوبة ومضنية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر على قضية الوعي ومدى أهميتها في المجتمع، مؤكدا أن دور الإعلام مهم للغاية في نشر الوعي المجتمعي تجاه القضايا التي تؤرقه. مدة الحملة 3 أشهر، بتهدف إلى الإسهام في بناء الوعي المستنير الرشيد بكل أبعاده. سيادة الرئيس في أكثر من مرة أكد أن قضيتنا قضية وعي، هدفنا بناء الإنسان ولا إنسان بلا وعي. وبنركز على عدة نقاط: مقاومة ومواجهة الفكر المتطرف، وخاصة عبر مواقع التواصل وعبر تحصين الشباب، لأن الجماعات الإرهابية والمتطرفة عندما فشلت فشلا ذريعا على أرض الواقع بدأت تختبئ خلف الصفحات الوهمية والمواقع الوهمية. ضلنا على محورين: الانتشار عبر مواقع السوشيال ميديا من خلال تدريب الأئمة والشباب على مواجهة هذا الفكر عبر مواقع التواصل. 2، اللقاء المباشر مع الشباب في مراكز الشباب والنوادي الرياضية. بناء الإنسان هو حجر الزاوية في كل شيء. الإنسان هو اللي بيبني، وهو اللي بيصون ما يتم بناؤه، وهو اللي بيدير هذه المشروعات اللي بنشوفها. هنبدأ نعقد لقاءات في مراكز الشباب والأندية لخلق حوارات مع الشباب في البرامج التلفزيونية، في خطب الجمعة، يعني في كل وسائل النشر احنا بنحاول يعني نخلق حوار موضوعي حول هذه الأفكار.